بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ميعادنا مع المحاضرة الثانية في قواعد الترجمة الأساسية. في الصف الثالث الثانوي عملية الترجمة بتكون إزاي؟ عملية الترجمة بتكون عبارة عن جملة وتحتيها 4 إجابات، المفروض إن حضرتك تختار الإجابة الصحيحة. بيكون هناك فرق صغير جدا وطفيف بين الإجابات الـ4، ولذلك علشان تختار الإجابة الصحيحة لابد إنك أنت تكون بتترجم صح. فهنشوف مع بعض إزاي بتتم عمليات الترجمة مع حضراتكم ومن البداية للنهاية. طبعا أنتوا زي ما اتعلمتوا في الصف الأول والثاني الثانوي إزاي إحنا بنترجم، لكن هنشوف حضراتكم الآن إيه اللي بيحصل معانا لما إحنا عندنا في اللغة العربية جملة اسمها جملة اسمية وبتبدأ بالاسم، وجملة فعلية وبتبدأ بالفعل. إزاي يتم عملية ترجمة الجملة الفعلية إلى اللغة الإنجليزية؟ إزاي يتم ذلك؟ قال لي حضرتك خلي بالك من هذه المعلومة اللي احنا هنشوفها مع بعض. لما انا اترجم الجملة الفعلية الى اللغة الانجليزية نبدأ بالفاعل، حتى لو كانت اللغة العربية مش بادئة بالفاعل من وجهة نظرنا، يعني كلمة زي كلمة علينا، علينا هذه الكلمة كم كلمة في بعض؟ كم كلمة؟ هذه الكلمة اثنين. أهو كده، برافو عليك، فعلا دي مش كلمة واحدة، دول كلمتين. لو احنا حبينا نفصفصها بلغتنا العربية معناها ايه؟ علينا نحن. فلما لو واحد ما عندوش قدرة على الترجمة هيقول على يعني أن، ده اللي ما يعرفش. لكن كلمة علينا هنا معناها يجب علينا، معناها يجب علينا. فهذه اللحظة هل أقول إيه؟ يجب يعني شد، ونحن يعني وي، فأقول شد وي. لو قلت شد وي تحولت إلى سؤال. إذا في هذه اللحظة طالما هي جملة زي ما تعلمنا في البنكتويشن المرة اللي فاتت، طالما هي جملة لابد أن نبدأ بالفاعل، لابد أن نبدأ بالفاعل، والفاعل هنا نا الفاعلي، نا الفاعل، فهي كلمة وي أهي، دي النا، أدي كلمة نا اللي هي وي، ويجب اللي هي دي هي كلمة شد، اللي هي كلمة شد. هنا وي شد هي اللي معناها كلمة علينا. ممكن تقول وي شد، ممكن تقول وي ماست، براحتك، مش مشكلة، احنا حسب، مش معضلة بالنسبة لي. أن نساهم. طيب نقف كلمة أن، أن هنا كلمة أن لا تترجم إلى اللغة الإنجليزية، لا تترجم. لما قلنا وي شود إحنا تعلمنا إنه بعد الفعل الناقص يأتي فعل في المصدر يا هاجر، فنقول وي شود. كلمة نساهم لها أكثر من معنى، ممكن تقول take part in اللي هي معناها يشارك أو يساهم، ممكن تقول participate برضو بمعناها يساهم ويشارك. طبعا تيك بارت ان ادي تحولت هنا، اصبحت وصلت لغايه كلمه نساهم في، نساهم في زي ما احنا قلنا اهو مع بعض ماشيين سنه سنه اهو، علينا ان نساهم في، وي شود تيك بارت ان بناء. هنا كلمه بناء اسم، كلمه بناء هنا ناون، فانهى نوع ده، في نوع بنسميه الجيرند او بنسميه اسم الفاعل. احنا عندنا في اللغه الانجليزيه انواع كثيره للناون، يعني في ناون اوف ا بيرسون شخص، في عندنا ناون اوف ا ماشين اسم اله، في ناون اوف اكشن او اكتيفيتي اللي هو الفعل المضاف له اي ان جي. فهنا لما اقول بناء فبستخدم كلمه بيلدينج، ما اقولش بيلد، لو قلت بيلد اصبحت هنا في هذه اللحظه فعل، باظت من الجمله. بيلدينج. نيجي نتكلم على كلمه بلادنا، كم كلمه دي يا سنه ثالثه؟
ها اثنين، البلاد والنائب بلاد ولا الفاعلين. هل هنا قلنا بلد يعني كانتري، واحنا طبعا خلاص لانها يعني ممكن تقول اور كانتري، ممكن تقول اور كانتريز، اقول لك الاجابه صحيح مش مشكله دي. لكن هنا في كلمه اور، هل هي نفس النا بتاعت علينا؟ قال لي لا، علينا الاولانيه دي كانت ضمير فاعل، زي ما هناخد ان شاء الله المحاضره اللي جايه، يعني هتبقى جرامر ان شاء الرحمن، وهناخد فيها يمكن محاضره او اثنين في موضوع الجرامر والحاجات الاساسيات اللي عايزين نثبت عليها عشان نخش بيها سنه ثالثه. هنا لو لاحظنا حضراتكم هتلاقي انه موقع نا في هذه الجمله اضيفت الى اسم، اضيفت الى اسم بلاد، بلادنا يعني البلد الذي نملكه، اصبحت ضمير ملكيه ولا صفه ملكيه؟ ها ضمير ملكيه ولا صفه ملكيه سنه ثالثه اور دي؟ ملكية ها قولي امنيه ما تخافيش. ملكية ضمير دلوقتي ملكية وقفنا عند اثنين، ناس قالوا ضمير وناس قالوا ايه؟ صفه. اديها ان شاء الرحمن هشرحها لكم الحصه الجايه، بس هديكم فكره عنها. ما الفرق بين صفه الملكيه وضمير الملكيه؟ صفه الملكيه طالما هي صفه لابد ان ياتي بعدها موصوف. موصوف. يعني لازم يجي وراها كلمه تاني. ها يعني لازم يجي وراها اسم، فهنا جاءت كلمه كانتري. لو لاحظتوا حضراتكم هنا جاءت كلمة كانتري عندها اهي، لو انتم شايفينها، فهذه عبارة عن ناون. يبقى اذا اور في هذه اللحظة صفة ملكية، لكن لو هي ضمير ملكية كان قال اورز، حط لها اس وشال كلمة ايه؟ كانتري. وهنشرح الكلام ده بالتفصيل لما ناخد الضمائر الحصة اللي جاية او المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. دي اول معلومة اتكلمنا عليها في عملية كيف نبدأ بالجملة الفعلية. طيب مثال تاني برضو، يعني عشان ايه مش عايزين نطول المحاضرة. المثال التاني، تدين حضارة العالم. الجملة هنا بدء فعل، واحنا في اللغة الإنجليزية ما ينفعش نبدأ بالفعل إلا في حالتين، لو بدأت بفعل في المصدر يبقى إذن أصبحت جملة أمر، وإذا بدأت بفعل ناقص أو مساعد أصبح سؤال استفهامي، تمام؟ ولو بدأت بفعل مضاف له إن جي هنا لا يعتبر فعل، يعتبر اسم، اسمه اسم الفاعل أو الجيرة. أمال أعمل إيه يا عم؟ قال لما تيجي تترجم العربي للغة الإنجليزية وتقول تدين حضارة العالم، تبدأ بحضارة العالم، تبدأ بمين؟ بحضارة العالم، تبدأ بحضارة العالم زي ما حضراتكم شايفين كده، آدي حضارة العالم. طيب أصبح عندي كلمتين، أصبح عندي كلمتين، لما أترجمها للغة الإنجليزية ما أقدرش أقول حضارة civilization والعالم world، أقول civilization world ما تنفعش. أمال أعمل إيه؟ قال لي هنا عندك حضارة العالم باللغة العربية بنسميها مضاف ومضاف إليه. الكلمة الأولى ما فيهاش ألف ولام، والكلمة الثانية فيها ألف ولام. حضارة العالم، يبقى أبدأ هنا دايماً إيه؟ بالمضاف إليه. يبقى هنا إيه؟ العالم حضارة، فتبقى الإجابة زي ما أنتم شايفين حضراتكم World Civilization. في حد فزلوك قال لا أنا طيب أنا عايز أبدأ بكلمة الحضارة. هنا في اللحظة دي طالما بدأت عايز تبدأ بالمضاف، في اللحظة دي هتضع of اللي هو او اف، يعني هدول كده the civilization of the world، the civilization of the world. خلاص طيب تعالوا نشوف كلمة تدين دي. تدين اللي هي كلمة أوز. طب ليه حط لها اس؟ ها فاكرين سنة ثالثة ليه حط لها اس هو هنا؟ يا نهار أبيض، معقولة؟ حط عشان هو للفعل، مفيش فعل لا هو حط للفعل اس يا أمنية
على اساس حاجه واحده بس، انه هنا هو اورلي سيفيلايزيشن شيء غير عقل، وهو هنا بيتحدث عن حقيقه خلاص او امر مسلم به. فاذا هو هيستخدم بريزنت سامبل، يعني المضارع ليه البسيط، والمضارع البسيط يا سنه ثالثه مع هي وشي وات بنضع في نهايه الفعل ايه؟ اس. اس شفت يا هاجر النهارده مش عارف مالك. طيب اهو تدين، وبعد كده راح داخل هنا ايه بالكثير، ممكن تقول الوت، ممكن تقول ماتش. شاهدي وصل، ممكن تقول يعني اي حاجه، بس انا اديتكم كلمه غير متداوله عشان تكسر يعني تكتر معنا تكسر معاك الايه الفوكابلوري بتاعك. اجريد دي تو هنا عشان ادي لك معلومه للاثنين. طبعا هنا ايه بالكثير، العيال طبعا اللي هي ما مش عندها فكره يقول لك بالكثير، اقول باي ماتش او باي الوت اوف، ما في حرف البي اقول له لا. خلي بالك اللغه العربيه لها مقابل في اللغه الانجليزيه، وخاصه حروف الجر، واللي ركز عليها السنه دي في امتحاناته. اجريد ديل تو تو تبين اجريد ديل تو. طبعا هنا للعرب للعرب، ولما هنشرح مع بعض ان شاء الرحمن ايه وان وذا، ذا هنا لما تاتي بعدها مع الجمع مقصود بيه ايه؟ ما جروب او فصيله من الناس. فذا عربس معناها العرب اجمعين، العرب. لكن لو قلت عربيك بقت صفه وعايزه وراها موصوف، وده يدخلنا في موضوع ثاني. دي اول معلومه احنا اتعلمناها النهارده، كيف نترجم الجمله الفعليه. والمعلومه الثانيه نركز على الضمائر، ضمير الفاعل شكله ازاي، ضمير المفعول، ضمير الملكيه. ونخلي بالنا انه لو كان عندي مضافه مضاف اليه، دايما ببدا بالمضاف اليه ثم المضاف، واذا اردت ان تبدا بالمضاف تضع بينهما او. طيب تعال المعلومه الثانيه اللي انا عايز اوصلها لحضرتك، الجمله العربيه قد تستغني عن الفعل، لكن لما تيجي حضرتك في اللغة الإنجليزية يقول لك لا آسف لازم يكون عندي فعل حتى تصبح الجملة صحيحة. إزاي؟ العلم سلاح ذو حدين، مفيش فعل هنا، مفيش فعل خالص. لو أنا ترجمتها وقلت ساينس العلم سلاح ذو حدين، أضابل إيدجيت ويبون، دبل يعني اثنين وايدج يعني حافه، وطبعا هنا ايه او حد يعني ويبون يعني سلاح. فاصبحت كلمه دبل ايدج دي بنسميها صفه من صفه مركبه، وهناخدها ان شاء الرحمن في ميعادها. لسه الموال كبير خالص، وسنه ثالثه محتاجه معلومات كثيره بقدر يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس ان شاء الرحمن ربنا يقدرنا ونبدا نشرح كل كبيره وصغيره في هذا المنهج ان شاء الله. فهنا لما تيجي تترجم قلت ساينس وجبت هنا الصفة سلاح ذو حدين، وصفته، ما دام وصفته الصفة لابد أن تأتي مسبوقة بفيرب تو بي، ام از ار ووز وير بي بين بينج، أي حاجة من الثمانية دول حسب زمن الجملة. فهنا قلت ساينس از، لو لاحظت هنا انه از ده فعل في اللغه الانجليزيه لكن غير موجود في اللغه العربيه. نفس الفكره، القراءه هوايه ممتعه، القراءه ما فيش فعل، حطينا لها از عشان دي مفرد غير عاقل، مفرد غير طبعا غير عاقل. في حته اللي عايز اوصل لها اللي هي كلمه هوايه ممتعه، هوايه ممتعه دي ايه دي يا سنه ثالثه؟ دي صفه وموصوف، صفة وموصوف. فلما أترجمها للغة الإنجليزية أبدأ بإيه؟ إحنا دايما يعني في اللغة العربية بنقول أن الصفة تتبع الموصوف، تتبع الموصول. تيجي وراه مش كده؟ والنعت يتبع المنعوت زي ما أنتم حضراتكم عارفين في اللغة العربية. أما إذا أردنا أن نترجم للغة الإنجليزية سنة ثالثة، في هذه اللحظة بعمل إيه؟ على طول أبدأ بالصفة، أبدأ بالصفة. فهواية ممتعة باللغة الإنجليزية تبقى ممتعة
هواية. طبعا مش لازم اجيب الكلمة يعني اقول مثلا enjoyable، ولا اقول يعني جبنا لك حاجة اسهل. دائما تبقى شاطر تجري على الحياة الاسهل زي كلمة God، God hobby. يعني طبعا كلمة God hobby زي ما انتم حضراتكم عارفين، حد ممكن يسأل ليه قال يعني زي ما حضراتكم شايفين، يعني الترجمة هي واضحة، يمكن عند حضراتكم كلمة God اللي هي جاب، شوف كم معنى بالعربي ليها، جاد وطاب وجيد وطيب وخصب وسانح وحسن ومليح وخير وهكذا، يعني في أربع حاجات كثيرة جدا لهذه الكلمة. طب ليه حطينا آه؟ قال لي إن حضرتك كلمة هوبي هنا مفردة، فتحط آه قبل الصفة، ولكن لو كانت هوبيز ما كناش حطينا آه. دي المعلومة الثانية. المعلومة، نعم حد عايز يسأل؟ ممكن قولي ترجع أمنية، الجملة عن أثيوبيا؟ قربي شوية من المايك يا أمنية عشان صوتك واطي. ممكن ترجع الجملة اللي كنت بتقول فيها؟ أنا واحدة فيهم دي. هي الأخيرة، هو احنا مش القراءة، مفروض نحل القراءة الجملة هواية دي؟ ممتعة؟ نراجع الجزء تاني. ريدنج هنا، ريدنج، مش المفروض ان احنا بنحط الحاجة ING لما ما يكونش عندي فيه فاعل؟ حضرتك هنا ما بدأت، مفيش فاعل، هو قال القراءة، ففاعل الجملة هو القراءة. إمتى أحط وي؟ ها؟ لو قال إيه؟ نحن نقرأ. مش كده؟ بس القراءة هنا يعتبر فاعل. نعم، القراءة فاعل، ما هو استخدمها أهو. ما إحنا قلنا، فاكرة حضرتك لما قلت إيه؟ متى تبدأ الجملة بفعل؟ متى تبدأ الجملة بفعل؟ لو فاكرها قلناها من شوية، في ثلاث حالات. يا إما لو تبدأ كانت بفعل في المصدر وتصبح جملة أمر، إما أن تبدأ بفعل ناقص أو فعل مساعد وتصبح سؤال استفهامي، أو تبدأ بفعل مضاف له أي إن جي، وفي هذه اللحظة نقول عليه اسم فاعل، يعني جيرند، ويعامل معاملة الاسم، وسميناه إيه ده؟ سميناه اسم، نشاط، بسميه the noun of activity، noun of activity أو noun of action. reading ده عبارة عن اسم وليس فعل، فهو الاسم هنا الفاعل. نرجع تاني، معلومة برضو واقعة منكم، الفاعل قد يكون كلمة، قد يكون كلمتين، قد يكون عبارة، قد يكون جملة كاملة. هنا عند حضراتكم كلمة reading ده عبارة عن فاعل ويسمى اسم فاعل لأنه مضاف له ING، ويوجد له اسم آخر اسمه الجيرند. الجيرند هنا لا يأخذ فاعل آخر معه، يعني ما ينفعش أحط فاعلين ورا بعض. يعني بالعربي ممكن تقول إيه مثلا، هي تقرأ، هي تقرأ، يعني مثلا، مثلا أقول إيه، أمنية هي التي تقرأ. ما ينفعش أحط أمنية وهي في اللغة الإنجليزية، يا تحط أمنية يا تحط شيء. فده الاختلاف بيننا وبين اللغة الإنجليزية، وكويس إنك أنت سألتي هذا السؤال. ها، حد عنده سؤال تاني؟ ننتقل إلى الجزئية الثانية. فهمتي أمنية ولا أقول تاني؟ تمام، شكرا. تمام، تعالوا بينا حضراتكم نشوف على المعلومة الثانية. المرة دي هنترجم من العربي للغة الإنجليزية. كويس؟ قال لي verb to be اللي هو am is are في المضارع عند الترجمة العربية لا يظهر، ولكن يظهر في اللغة، ولكن يظهر في الماضي. إزاي الكلام؟ قال لي بص معايا الدكتور مجدي يعقوب، مثال رائع للجراح المصري الناجح. قلت بروفيسور، خلي بالكم لو قفلت الجلسة زي ما اتفقنا بنخش على طول مرة ثانية. بروفيسور مجدي يعقوب is a good example of a successful Egyptian surgeon. فين فيرب تو بي هنا في اللغة الإنجليزية؟ أهو is. is a good فين هنا في العربي؟ ما هو كلمة إز معناها يكون. هل في اللغة العربية قلت الدكتور مجدي يعقوب يكون
مثال رائع للجراح المصري الناجح؟ قال لا لا. يعني المعلومة اللي احنا عايزين نعرفها، لو كان عندك جملة باللغة الإنجليزية وفيها فيرب تو بي، لما تيجي حضرتك توصلها وتحولها للغة عربية لا تذكر فيرب تو بي أبدا. طيب مصر يعني اللغة العربية بيبقى معتمدة على المعنى أكتر، نعم، مش عارف صوتك واطي ليه كده البعيد خالص. ها يعني اللغة العربية بتاعتي بتبقى معتمدة على المعنى أكتر. اضحك عليك لو قلت لك انا سامعك. يعني اللغة العربية بتبقى معتمدة على المعنى أكتر. اه يعني هي اللغه، بالنسبه للغه العربيه عندنا احنا يعني في بعض لحظات بيفهم من المعنى، يعني انا مش محتاج ان اقول له يكون او مش يكون، زي ما انا قلت الحته بتاعت امنيه، هي ما اقدرش اقول الدكتور مجدي يعقوب هو او يكون، قال لي لا ما ينفعش ان حضرتك تضيف لها تاني في اللغه العربيه، لكن اللغه الانجليزيه لابد ان تضع فيرب تو بي عندما تستخدم، فاكرين الكلام اللي قلته من شويه، طالما هتاتي بعد الاسم بصفه خلاص لابد ان يكون مسبوقه بفيرب تو بي، وهذا الكلام في اللغه الانجليزيه وليس في اللغه العربيه. طيب الحته اللي انا بتكلم عليها، بص بقى اللي جايه اللي انت بتسالي عليها يا امي، فيرب تو بي اللي هو ام واز وار ووز وير، نترجمه الى ضمير شخصي في اللغه العربيه هي هو وهما زي ما انتم عارفين حضرتك، إن هوايتي المفضلة الاستماع إلى الموسيقى، إن هوايتي المفضلة للاستماع، طبعا هنا الاستماع إلى الموسيقى. ها في اللحظة دي لو أنا يعني أترجمها إزاي؟ ها أترجمها إزاي هوايتي المفضلة؟ ها My hobby is ماي my hobby is وقعت في حتة ايه هي؟ ان في صفة بعد هوايتي، اقول ايه؟ مفضلة اهو كده يبقى ماي my ايه favorite بقى؟ hobby تمام. اه هاتي، is برافو عليك، شفت قلت هنا از. طيب الاستماع اللي هي ليسون ليسن، ليسون لو قلت ليسن مش ليسون، ليسن ليسون آه ما فيهاش ليسون ليسن هنا، ليه؟ ما قالش يستمع، انما قال ايه؟ الاستماع زي كلمة القراءة نعم تبقى ايه؟ يبقى listening listening. اه حرف الجر بعدها ايه؟ to music اكسلنت، برافو عليك، برافو عليك، هو ده اللي انا عايز اوصله، برافو عليك. طيب تعالوا بص المعلومة الثانية، قد يترجم فيرب تو بي إلى فعل آخر، ها بما يتوافق مع سياق الكلام وممكن تشيله إزاي؟ قال لي تمثل الحرية مطلب رئيسي لجميع الشعوب، الحرية مطلب رئيسي لجميع الشعوب، يعني لو قلت الجملة الأولانية تبقى صح، جبتها من عندي أنا، الحرية مطلب رئيسي لجميع الشعوب، حطيت كلمة تمثل يعني بدل ما أقول تكون، قال لي تبقى إجابتك صحيحة برضو. اللي جاء هي الجملة اللي أنا ترجمتها كان بمعنى freedom is a main demand for all peoples، هنا لو أنا ترجمتها ما قلتش الحرية هي ولا الحرية تكون، قال لي قلت الحرية مطلب رئيسي وحذفت verb to be، إجابتك صحيح، لكن ما تقدرش. طب قلت له انا مصمم ان انا استخدم فيرب تو بي، قلت له ما تنفعش تستخدم فيرب تو بي لكن تجيب فعل ها اخر يتوافق مع سياق، فكلمه ايه تمثل الحريه، ممكن احط بقى، ممكن حد يقول لي حاجه تاني غير كلمه تمثل؟ ها شطار، يمكن تحل مكان أو كده لو قلت تحل يبقى في حاجه مكانها، في كلمة تاني ناسينها، كلمة تعتبر، فاكرين كلمة تعتبر؟ اه وحاجة تاني ممكن اقول ايه، ان والاجابة تكون صحيحة. طيب بص هنا بقى المرة دي هنشوف مع بعض جملة باللغة الانجليزية وعايزين نشوف اربع اجابات، يا ترى مين فيهم الاجابة الصحيحة؟
انا بعت لحضراتكم المحاضره اللي هو النسخه بتاعتها خدتوها، يعني ممكن تفتحها على الموبايل عندك وتشوفها، او عندك كمبيوتر او تطبعها براحتك. يعني has witnessed a huge revolution in the field of information technology and the internet. عايزين نترجم، هنحول للعربي. مين الفاعل؟ انا طبعا عايز ألف ودال ربما ان تبدا اللغه العربيه الان حضرتك، اذا اردت ان تحول من اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه، قال حاول انك تبدا دايما بالفعل بقدر الامكان. طيب الاولانيه قال ربما يشهد، ربما يعني ايه؟ maybe. في عندنا هنا في الجمله دي في maybe؟ لا، يبقى نقول له ايه؟ باي باي كامبور، ما ينفعش حضرتك معانا. طيب ماشي يا عم. سيشهد عصرنا، سيشهد الساعه هنا تدل على انهى زمن، مستقبل امتى؟ المستقبل. هل الجمله دي مستقبل؟ لا لا، كلها مع السلامه، انت ما تنفعش معانا. لقد هي شهد، هتبقى جيم يا مستر، هتبقى هتبقى دال، جيم هتبقى جيم. جيم جيم. طيب لو انا مشيت ورا مثلا اللي قالت ايه؟ دال، ربما يشهد، ما هي زي الاولانيه، واحنا قلنا عباره عن ايه دي؟ ما تنفعش. يبقى الاجابه الصحيحه اللي هي كلمه ايه؟ اهي 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 اسمها ايه؟ لقد شهد. شاهد عصرنا. يا استاذ انت جبت كلمه لقد دي من فين؟ على العموم انا لسه هقولها بعد شويه، بس اول ما تلاقي ده، شايفين دي؟ اهو اهي اهي مرتين اللي هو البضارع التام، اللي هي بيسميها البريزنت بيرفكت. البريزنت بيرفكت مجرد انك تشوفه في جمله الترجمه تستخدم كلمه لقد. طيب امتى استخدم قد؟ مش هسبق الاحداث، لسه جايه ورانا بعد. تمام. طبعا ده مثال تاني، يعني حضراتكم الكويت انا سايبها لك عشان تحل مع نفسك يعني، ان شاء الرحمن. طيب اخر جمله في هذه الصفحه قبل ما تقفل الجلسه ونفتح خش تاني، الجمله الانجليزيه لابد ان تحتوي على فعل، واذا كانت الجمله في اللغه العربيه لا تحتوي على فعل فان فعلها فيرب تو بي. كلام مكرر مره تانيه، بس انا برضو اشوف حضراتكم هتعملوها ازاي. إن العمل الجاد أساس النجاح. ها هترجم أن دي؟ أن دي هترجمها؟ لا، ملهاش نطع ملهاش ترجمة لازمة عندنا خالص. والله. برافو برافو عليك يا أم. تمام. العمل الجاد أساس النجاح. العمل الجاد الجاد هنا بتوصف العمل. هنبدأ باللي إحنا قلنا الصفة والموصوف. أهل الوقت بتقعوا فيها دايما. العمل الجاد يبقى الجاد العمل. ها؟ الجد هي ممكن تبقى الأخيرة يا مستر. الأخيرة ده الأخيرة دي. طيب انا عندي بي ودي شبه بعض مش كده؟ لا يا مستر، بي الفشل ايوه، ودي النجاح. الله، برافو 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 برافو. تمام. هنا خد كلمة ايه دي؟ الفشل الفشل، انما هنا ده ايه؟ النجاح. يبقى اذا اول نصيحة يا سنة ثالثة لما ابدا احل، ما انخدعش بشكل الجملة، لابد ان اقراها لاخر لحظة واخر كلمة، لربما يكون الاختلاف في آخرها. تمام؟ طبعا هنطلع دلوقتي ونخش مرة ثانية، هنخش مع بعض مرة ثانية علشان إيه؟ نكمل مع بعضنا إيه اللي هنشوفه مع حضراتكم بعد شوية، لأنه زي ما أنتم عارفين هو هيبدأ يغلق الجلسة بتاعتنا. وما علينا، احنا خلاص اتعودنا على هذا الكلام، اطلعوا وخشوا مرة ثانية. ونبدأ نكمل حضراتكم ونشوف ايه اللي هيحصل معانا في الجزئية اللي جاية. طبعا كل الكلام ده وصلت كويس ان اهي كل الكلام اللي احنا هنتكلم عليه ده، يعني هتلاقي فيه اكثر من جمل، اي جملتين ثلاثه بسمهم لك على اساس انك انت تطبق الكلام اللي انا قلت لك عليه من شويه. تعالوا نبص كده تاني المعلومه الثانيه.
قواعد الترجمة الأساسية برضو هنكمل عليها. verb to have، بعد ما خلصنا الكلام على verb to be، الآن نأخذ يعني لحظات مع verb to have. تعالوا نبص كده verb to have. verb to have له كام معنى؟ كام معنى؟ يملك ها؟ معناه يملك، أيوه معناه ولو جه يملك. في الأفعال التقريرية بيكون معناه يتناول أو كده باين. أيوه تمام، برافو عليك. نبدأ كده مع verb to have، بيترجم هذا الفعل إذا جاء فعل مساعد، إذا جاء فعل يعني فعل مساعد في الجملة، فهذه اللحظة بيأتي بعده إيه؟ تصريف ثالث علشان يكون present perfect يعني مضارع تام. لكن إذا جاء في الجملة فعل أساسي هنا يكون بمعنى يملك، بمعنى عنده، بمعنى يقتني، يأكل، يشرب، يصاب، يناقش، يعني له معاني كثيرة، وده بيخاف منه من الأفعال اللي بتخوف. طيب بص كده، يتحلل قائد. لما تيجي لك جملة زي دي، يتحلى القائد المثالي بصفات الشجاعة والصبر، جملة غلسة زي كده، إيه يتحلى؟ يعني يبقى حلو؟ مش هينفع، ما أنا عايز كلمة باللغة الإنجليزية، فكلمة يتحلى يعني يجب أن يتصف بي، يعني يجب أن يكون لديه، وإحنا اتفقنا من شوية إنه لازم نبدأ بالفاعل، أبدأ بالقائد الإيه؟ المثالي. القائد المثالي هنا اللي هو طبعا كلمة ناس بتقها ايديال وناس بتقها ايديل، طبعا انا ما اعرفش بقى، كل واحد ولهجته، امريكاني بريطاني. يعني يتحلى القائد المثالي، اذا المثالي قائد زي ما احنا قلنا اهو، يتحلى يجب ان يكون لديه، يجب ان يكون لديه اللي هي كلمة should have، هنا should have يجب ان يكون لديه طبعا، والباقي كله بيكون ايه يعني سهل، ما فيش اي مشكله فيه، ما فيش اي مشاكل. لكن لما تبص طبعا بصفات الشجاعه، صفات كذا وكذا وكذا وكذا، وانتم عارفين لما يكون في عندي تعدد بحط كوما كوما كوما، وفي الاخر بحط كلمه ان. تعال بص كده، الضمائر المستتره في اللغه العربيه، ودي اللي زي ما شايفينها حضراتكم جات في ثالثه ثانوي سنه 2003. الضمير المستتر في العربي ما تلاقوش موجود، لكن لما تيجي تترجمه حضرتك الى اللغه الانجليزيه تظهره ازاي؟ قال نفخر، ها اصلها ايه دي؟ نفخر يعني، نحن نفخر. ففي طبعا هو ضمير مستتر تقديره نحن كده برضو. هنا على طول لما جيت ترجمت انا رحت حاطط كلمه ايه؟ وي، we proud of. طبعا لو عايزين نكمل لغاية الآخر، as education is the first project in Egypt. دي معلومة قد تواجه حضرتك في الترجمة، لام التعليل، لام التعليل يعني بلغتنا احنا علشان، لكي، خلاص. العيلة دي، عيلة لكي دي، أحد الروابط اللي هي بنسميها in order to، so as to، و to، ولهم اخت تانية هتنشرح طبعا في الجرامر اللي هي so that، بس دي بيجي وراها شيء ودي بيجي وراها شيء تاني. ففي الترجمة احنا بنستسهل لانه الثلاثة دول بيأتي بعدهم فعل في المصدر فبيكون اسهل. يجب ان تكون المنتجات المصرية عالية الجودة، كل ده ايه خدنا زيه، راح وقف كلمة ايه؟ لكي، لكي علشان، ها كلمة لكي أهي، فين كلمة لكي لو دورنا عليها؟ تعال أهو استخدم أهو، ها أهي شايفينها الصغيرة دي أهي. فممكن يقول in order to، وممكن يقول so as to، ممكن يقول to بس. ف to دي ليها بلاوي، to بمعنى إلى، عارفينها؟ وفي to ايوه بمعنى لكي، خلاص؟ فادي كل المشكله اللي انا بتكلم عليها في هذه الجزئيه اللي هي دي، بس اللي هي
بنتكلم لما يكون عندي كلمة إيه؟ لكي، ونحط بدلها أي واحدة من الثلاثة دول. مستر لكي يعني معناها علشان، نعم صح؟ نعم لكي معناها علشان. بالظبط كده. بلغتنا احنا أنا علشان. ممكن أستخدم بيكوز مكانها ليه ما ينفعش بيكوز؟ قال لي هنا عشان طبعا. ما اربطش بين الاثنين. بالظبط كده، يعني كلمة بيكوز لابد ان يكون قبلها جملة فعلية بتبدأ بفاعل. يعني مثلا نقول الطالب اليوم غائب لأنه مريض، فأصبح قبلها سبب وبعدها نتيجة. هنا هتقول يجب أن تكون المنتجات المصرية عالية الجودة، علشان هنا ما فيش سبب ولم يترتب عليه نتيجة، فما تنفعش كلمة بيكوز. يعني لكن لما يكون عندي سبب الأول وبعدين وراه نتيجة أستخدم عائلة السببية. لكن لما يكون عندي هنا غرض ونتيجة له بستخدم أدوات الربط الغرضية اللي هي سوزات وإن أوردرت. هتشرح لحضرتك بالتفصيل إن شاء الله، لأنها من ضمن منهج ثالثة ثانوي. الضمير المضاف إلى اسم، فاكرينه؟ اللي قلنا عليه الضمير المضاف إلى اسم اللي احنا بنسميهم صفة الملكية. فاكرين الكلام ده؟ بدأنا بيه كلامنا، فاكرين لما اتكلمنا على كلمة اور واورز؟ ضمير ملكية أو صفة ملكية، ليه سميناها صفة ملكية هذه الأشياء؟ لأنه لابد أن يأتي بعدها اسم. لابد أن يأتي بعدها اسم. أهي أهي عند حضراتكم كده، لو لاحظتوا هتلاحظوا إنه إحنا زي ما وضحنا لقدام حضراتكم إنه لازم يأتي بعدها اسم عشان ناخد لها مربع يظهر عندنا بالشكل ده. أور ملكنا، اتس ملكه لغير العاقل، هز ملكه للعاقل، ماي ملكي انا، هير ملكها هي، زير ملكه. وفي طبعا يعني هذه الضمائر الستة اللي موجودة قدام حضراتكم. يزور مصر كثير من السياح كل عام لمشاهدتها آثارها. آثارها، خلاص. أصل هذه الكلمة كم كلمة دول في بعض زي ما اتفقنا؟ ها، اثنين. اثنين. آثار، وهي هنا هي ليست فاعل وليست مفعول، ولكنها هنا أضيفت إلى اسم. طالما أضيفت إلى اسم فأصبحت صفة وموصوف، ولكن الصفة هنا صفة ملكية، فبستخدم آثارها وهي شيء غير عاقل، فبدأ بكلمة اتس. أهي 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 صفة ملكية لغير العاقل، وأتى بعدها الموصوف انشانت مونيومنت. تمام، ده اللي حضراتكم احنا بنشوفه كده مع بعض في كلامنا اللي موجود معانا. طيب ماشي خلاص، تعالوا بينا كمان نشوف جزئية تاني مع بعض. الصفة طبعا زي ما احنا قلنا الضمير المضاف إلى فعل، خدت بالكم الحتة الأولانية قلنا عليها الضمير المضاف إلى اسم. المرة دي أنا واحنا خدنا زيها الضمير المضاف إلى فعل، لا هنا يترجم إلى ضمير مفعول عشان أربط الاثنين مع بعض. وخلي بال حضرتك ده في حد بيعمل صوت، الضمير المضاف إلى اسم بنحوله إلى صفة ملكي، أما الضمير المضاف إلى فعل فيحول إلى ضمير مفعول. في حد يقول لي يا أستاذ والله إحنا لا عارفين الفرق بين ضمير الفاعل ولا المفعول، أقول انتظر معانا الحصة اللي جاية هنبدأ نشرح لحضرتك الضمائر كلها كاملة متكاملة. الضمير المضاف إلى فعل يترجم إلى ضمير مفعول. ايه الضمير المضاف الى فعل؟ حد شاطر يوريني الكلمة اللي فيها الضمير المضاف الى فعل. يمكننا يمكننا فعلا كلامك صحيح، يمكننا. اهي اهي الترجمة دي
اولا هي مش يمكننا عشان ما مشيناش وراك في الغلط، هي معناها النا يمكننا. يمكن ها تترجم ازاي باللغة الانجليزية؟ تترجم ازاي؟ يمكننا يا معناها نستطيع. كلمة يمكن، خلي بالك، مش معناها مش يستطيع، دي يمكن. ايه معنى كلمة يمكن؟ يمكن نحن، اهي سهلتها لك. كلمة يمكن معناها انيبل. فاكرين كلمة انيبل؟ انيبل، كلمة ايبل تو، عارفين ايبل تو؟ قادر على، قادر على حط لها اي ان في اولها تبقى ايه؟ انيبل. انيبو. ايه المفعول؟ ايه بقى الضمير اللي هيجي ورا الناء دي؟ تتحول الى ايه؟ شطارتكم هنا تبان. انيبل، ها انيبل ايه؟ ما هو عايز ضمير مفعول. سننتظر شويه لغايه ما عدنا، عدنا تاني نرجع كلمه يمكننا. هنا هتلاحظوا انه ضمير مضاف الى فعل، الفعل يمكن، والنون هنا عبارة عن، دي عبارة بيسموها ناء الفاعلين، لكن موقع الكلمة هنا جاءت مفعول به، فإذا أضيف الضمير إلى فعل نترجم الضمير اللي هو الناء دي إلى ضمير مفعول، وضمير المفعول للجمع اسمه أص، يو اس يا سنة تالتة، enable us to، enable us to. طيب هسيبها لكم ترجموها. الصفة تأتي قبل الاسم، دي قلناها، يعني قلنا الكلمة دي بس هنفكركم بيها تاني. الصفة قبل الاسم عكس اللغة العربية، يعني مش الصفة تتبع الموصوف، هنا الصفة تسبق الموصوف. العمل الجاد، فاكرينها زي ما قلنا احنا ايه؟ هارد وورك، هارد وورك. وهنا طبعا هنا ايه، لو انت، وطبعا في كونتينوس وهارد وورك وكذا، فلو كانت هنا ايه، اذا كان الاسم مفرد زي العمل بنحط له ا، إذا كان لا يبدأ بحرف متحرك، وإذا كان يبدأ بحرف متحرك بنقول له آن. طيب تبقى آن. تمام، تعالوا، في حد سألني من شوية وحبينا نضيف المعلومة تاني بتاعت كلمة علشان، يا أمنية، علشان، لأجل، قال لي أنت بتستخدم اللي قلنا عليها تو ان اوردر، تو سو اس، تو زائد المصدر، سو ذات بيجي وراها قد وود كان ومي زائد المصدر، أو تستخدم كلمة فور زائد أي إن جي برضو تنفع بمعنى لكي، علشان، علشان. تعالوا نتاخد واحد كده مثال عشان نشوف شطرتكم، يعني ك ذا مينستري أوف يوس، وزارة الشباب أند سبورت والرياضة، كونستراكت يوس سنترز، كونستراكت تبني وتشيد، تو انكارج يوس تو بارت، كلمتين إيه؟ بارتسبيت، طبعا هنا براكتس، اسف، براكتس سبورت، براكتس سبورت، تمارس الرياضه. تعالوا نشوف مع بعض الكلمه هنا ايه، تو، كلمه تو هنا هتبقى بمعنى الأولى، كي او علشان. هتبقى الأولى مثلا. طيب ماشي، هنا تنشئ وزاره الشباب والرياضه مراكز الشباب تشجيعا لكذا كذا كذا، طبعا تهدي ما تنفعش، اقامت مراكز الشباب والرياضه مراكز تشجيعا للشباب لممارسه الرياضه، طبعا هنا ايه، واحد قال لي طب انا ما خدتش ليه تشجيعا؟ تو انكارج لكي تشجع او تشجيعا، مشغله كلها، لكن اقامت وزاره الشباب والرياضه مراكز الشباب، طبعا هي هنا كلمه كونستراكت، ذا مينستري اوف كونستراكت، تبني وتشيد، تبني وتشيد، هنا في هذه اللحظه ما تنفعش أقامت ولا تنشئ، قد تبني، كل ده الكلام ده كله إيه؟ المشكلة كلها كانت معانا في ألف وجيم، ألف وجيم، لو قلنا أقامت أصبحت الجملة في زمن إيه؟ ماضي. ماضي، والفعل عندنا حضراتكم في الماضي ولا في المضارع؟ مضارع. وإذا زي ما قلتوا حضراتكم الأولى، تمام؟ وصلت؟ عرفت ازاي بيحط حاجات كده ايه؟ يعني لو لاحظت الف وجيم فرق في كلمتين، كلمه هنا وكلمه هنا. فتخلي بالك من هذه الجزئيه.
نسيب لكم دي عشان تحلوها مع نفسكم ونشوف المعلومة التانية. يعني مش هنكتر فيها لأن أنا قلتها من شوية، بس عشان يعني في أكثر من امتحان ذكرت فيه. برضو الصفة في اللغة العربية تتبع الموصوف، في اللغة الإنجليزية تسبقه، ويكون قدامها طبعا يعني بدل ما أقول مثلا أنشطة مختلفة ما أقولش activities different different يعني زي ما قلنا، لكن أقول different activities بحط لها أو آن إذا كان مفرد يعد، وإذا كان جمع يعني أو لا يعد بحط له لا ولا آن. زي هناخد مثال، علينا أن نعمل بجد من أجل الأجيال القادمة. الأجيال اللعبة كلها بكلمة الأجيال القادمة، الأجيال القادمة، ها الأجيال القادمة، ها نقول القادمة أجيال. سهلتها لكم، اختاروا ايه؟ بص للترجمة، we should work hard for، we should work hard for، we should work hardly for، عشان ما تلخبطش. هنا hardly بمعنى نادرا، نادرا. يبقى هذه الجملة بالشفة، مع السلامة. طيب we should work hard for the coming generations، we should work hard for the coming تبقى generation. الأخيرة. طب ليه ما نفعتش بيه؟ دي علشان هو جاي لأن هو لازم نحط ها؟ لازم نحط يعني لو جاب يعني هو هنا حاطط أو كان تقريبا coming يعني القادمة، وجينيريشنز يعني الأجيال. في غلطة في الجملة دي صغيرة خالص اللي الشاطر خد باله منها. برافو حطيت عليك، ادي الحلاوه كده كده بالظبط. فعلا هو حط وادي ما تنفعش مع جينيريشن اللي هي ايه؟ جمع. لازم استخدم تكمل. اختار. الحمد لله ان كنت برضو اتعلمت. جربوا نفسكم طبعا. في حياة كده مش محتاجينها احنا النهارده. تعالى بصوا حضراتكم في هذه الجزئيه، في جزئيات يعني دي طبعا لو كنا هناخد الكورس كامل كنا تعرضنا اليها، بس احنا بناخد اجزاء صغيره. كل ده الكلام ده حضراتكم يعني انتوا ايه شفتوه، فصل عشان طبعا يمكن ما ذكرناهوش المره اللي فاتت، بس انا يعني احاول يعني هبص عليه. فاكرين الجزئيه دي في ناس كانت سالت عليها اللي هي النقطتين فوق بعض في البنك تويشن، فاكرينهم؟ يعني نطلع من الترجمه شويه كده، النقطتين فوق بعض دول اللي بنسميهم احنا ايه؟ الكولا. ايه بنستخدمهم امتى دول؟ قال لي بتستخدم لما تكون حضرتك راح تتكلم على حاجه وبعدين تجيب وراها، يعني مثلا تقول والله احنا بيتنا بيتكون من 4 حجرات، بص مطبخ حمام صالة، فعبدات تعدد ليستس، ليستس يعني قوائم. هنا تبدأ تحط الكولوم اللي فوق بعض زي كده. An essay has three parts، إن المقال له 3 أجزاء. هم إيه يا عم؟ قال لي the introduction و the body and the conclusion. فبدأ يعدد في هذه اللحظة، حط إيه نقطتين فوق بعض. There are five new members in the staff، عندي 5 أعضاء في فريق العمل. مين؟ أحمد وخالد وكريم وعمر ويوسف. هنا تروح حاطط إيه نقطتين فوق بعض، طالما هتذكر عند حضرتك هنا إيه؟ هتذكر سلسلة من الأشياء. طيب لكن إمتى ما ينفعش إن أنا أستخدم النقطتين فوق بعض؟ قال لي عندما تكون القائمة مدمجة في بناء الجملة. بص المثالين دول. اعملي ميوت يا هاجر عشان احنا سامعين اللي حاصل عندكم كله. لا نستخدم الكوما في بناء الجملة في المثالين دول. بص كده ولاحظ وقول لي. The essay has an introduction, a body, and conclusion. The essay has an instructions. خلاص؟ كذا 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 كذا. الجملة الأولانية ما نفعتش ليه؟ قارن بين دي كده وقارن بين دي.
جالي هنا has three parts. الجملة الأولى حدد عدد، إنما الجملة الثانية محددش عدد. اهو كده حدد هو هنا ان المقال ليه 3 اجزاء، فمتوقع كل اللي سامعينه هيقول له ايه هما ال3 اجزاء دول. فحدد له قال له كذا وكذا وكذا، لكن هنا قال ان المقال به كذا وكذا 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 على طول، يعني اضاف المعلومه مباشره فبدون ان يعمل مقدمه لها ويحددها. يعني مثلا اقول بيتنا والله يتكون من 5 افراد، هنا اقول له نقطتين فوق بعض وقول لي مين ومين ومين ومين. لكن لو قال لي بيتنا بيتكون من فلان وفلان 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 بدون ما يقول لي المقدمه دي، اقول له هنا حضرتك ما تحطش نقطتين فوق بعض، وخلي بال حضراتكم من هذه الجزئيه، وشوف الفرق بين المثال ده والمثال اللي ده. طيب قال لي كمان خلي بال حضرتك لو انت عندك عنوان رئيسي وعنوان فرعي زي كده، قال لي يونت 1 خلاص بتتكلم على الفوكابلوري، يونت 1 بتتكلم على الجرامر، يبقى يونت 1 ده العنوان الايه؟ الرئيسي، والجرامر ده عبارة عن ايه؟ العنوان الفرعي. طالما في عنوان رئيسي وعنوان فرعي تحط بينهما الكولن النقطتين الفوق بعض. قال لي كمان تاني بنستخدم النقطتين فوق بعض لما تقول مثلا ايه النسبة، عارفين النسبة اللي عندنا احنا بيقول ايه مثلا 3 إلى 1، خدتوها في الرياضة دي ولا ما خدتوهاش؟ فادي الشكل اهو، ممكن تتكتب بطريقتين، تقول ايه 3 2 1 صحيحة، او مش عايز تستخدم 2 دي تروح تستخدم ايه نقطتين فوق بعض. وصلت؟ من ضمن المعلومات اللي هي حضراتكم اللي هي الفصلة المنقوطة بلغتنا احنا سيمي كولن، يعني انت سمعتوا عنها السيمي كولن دي؟ طيب كويس، يعني هتفهموها بسرعة. السيمي كولن تربط جملتين كاملتين مستقلتين. يعني ايه مستقلتين؟ يعني معناها كل جملة لها الفاعل والمفعول والفعل والمفعول، ولكنهما مرتبطتين في المعنى. يعني معناها انه الجملة الاولانية الجملة الثانية بتكملها، زي some people enjoy playing football، هو بيتكلم عليه على لعب استمتاع الناس بكرة القدم، جاب الجملة الثانية others only watch the matches on TV، والآخرون يشاهدون الماتشات في TV، هو بيتكلم على ماتشات ايه في الجملة الثانية؟ برضو كرة القدم. فأصبحت الجملة الثانية مرتبطة في المعنى بالجملة الأولى. فهذه اللحظة أنا أحط إيه؟ السيمي كولم، لأن في اللحظة دي هنلاحظ حضراتكم إنه هذه الجملة مرتبطة بالجملة الثانية. لكن معلومة تانية عايز أوصلها لحضراتكم، لما تحط السيمي كولم الحرف اللي هيجي في الجملة الثانية ما يبقاش كابيتال. ما يبقى اللي احنا اتفقنا من الحصة اللي فاتت إنه الحرف الاولاني في الجمله يكون ايه كابيتال، لكن هنا ما يكونش كابيتال لانه انت بتقول الجمله دي مرتبطه بالجمله دي، تمام؟ لكن عايز الجمله الثانيه تبدا بكابيتال تحط فول ستوب. لو حطيت فول ستوب بين الجملتين والمعنى هيكون صحيح، كانك تقول له المعلومه في على خطوتين، فالجمله الثانيه تكون كابيتال. وخلي بالك اهو اللي زي اللي احنا قلنا عليه، لا نستخدم حرف كابيتال في بداية الكلام بعدها إذا كانت الكلمة من النوع الذي يبدأ بحرف الكابيتال مثل ايجيبت كذا 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 كذا. يعني إيه المعلومة دي؟ قال لي لو الكلمة دي هنا أزر سدي بدل كلمة أزر سدي جاب لي كلمة ايجيبت، في اللحظة دي غصب عني أخليها كابيتال حتى لو كانت سيمي كولن، لأن دي كلمات أساسا لابد أن تبدأ بحرف كابيتال، اساسا لابد ان تبدا بحرف كابيتال. زي المثال ده قال لي هنا ماي لايكس سبايس فود، طبعا هنا ايه قال لي هير براذر، هنا هير براذر، قال لي لا يا حبيبي ما ينفعش كابيتال تخليه سمول.
وطبعا برضه استخدام كلمة consequently بيبقى وراها كوما، برضه تبقى الحرف الأولاني بيكون small زي ما حضراتكم شايفين. في عندنا الهايفن اللي هي بيسموها الداش أو الشرطة، بنستخدمها إمتى؟ أنا مش هتكلم عليها كتير لأنه هناخدها في الصفات. طبعا يعني مثلا الأرقام الآحاد والعشرات، يعني زي مثلا 21 31، يبقى في رقمين بمعنى أصح بتضع بينهما داش، ودي بنسميها صفة، صفة وصفة مركبة هنشرحها بالتفصيل لما نشرح الصفات. وكذلك الأرقام العشرية، لما أقول 2 على 3 two thirds بتحط الشرطة بين الاثنين، برضه زي ما بنقولها بتستخدم في الصفات إيه المركبة. وفي حاجة اسمها البريفكسز وهي البدايات، وهذه البدايات زي كلمة كوبريشن، كوبريشن أو كوبريت يعني يتعاون، كوبريشن التعاون. هنا في اللي هتلاحظ عندنا في كلمات بيستخدموها، ممكن تحط لها شرطة، أو ممكن في اللغة الإنجليزية الحديثة الآن أصبح بيشيلوا الشرطة دي، يعني كلمة إي ميل اللي هو البريد الإلكتروني، إي إلكترونيك ميل، بدأوا الآن يشيلوا الشرطة ويكتبوها مرة واحدة اللي هي كلمة إيميل. الكوتيشن مارك، الكوتيشن مارك دي طبعا هم علامتي الترقيم أو التنصيص، دي بيحطوهم في جملة المقولة، يعني وي آر بيزي سيد عمر، وده اللي احنا طبعا قالها عمر، عمر قال ايه؟ قال الجملة دي، فنحطها له بين علامتي ترقيم. والكلام ده بناخده في الكلام المباشر، طبعا ده أخذته في أولى وثانية.